أبو إبراهيم بارك الله فيه يسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاء المساء المغرب يعني أو جاء في لفظ العشاء قال واكفتوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفا، يسأل عن معنى الحديث وخاصة الخطفة. أبو إبراهيم بارك الله فيك، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين إذا دخل وقت المساء يعني غربت الشمس، إذا غربت الشمس أن يكف الناس صبيانهم، ومعنى كف الصبيان منعهم من الخروج في هذه الفترة الزمنية، منعهم من الخروج في هذه الفترة الزمنية، وحتى نعم قال فإن للجن انتشارا وخطفا. أما الانتشار فهذا دليل على أن الجن ينتشرون في مثل هذا الوقت الزمني بعد غروب الشمس أو مع غروب الشمس، وهذا لا يدرك إلا بالوحي، فالله جل وعلا أوحى لنبي عليه الصلاة والسلام أن الجن ينتشرون في هذه الحال انتشار كبير، فإن للجن انتشارا، وتعلم بأن الجن أعداء بني آدم. قال وخطفة، قال وخطفة، الخطفة فسرها أهل العلم بمعنيين، المعنى الأول الاختطاف، والمعنى الثاني الترويع. الترويع، فالاختطاف أن يختطف الإنسان، وقد ثبت في الآثار أن بعض الناس خطفته الجن، وهذا معروف ومشهور حتى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا خطفته الجن وما عاد إلا بعد 4 سنوات أو أكثر. وأما النوع المعنى الثاني فهو الترويع، بمعنى أن الجن ترويع لبني آدم في مثل هذه الفترة، ولذلك يعني إذا جاء المساء يعني غربت الشمس فعلى الناس أن يكفوا صبيانهم عن الحركة واللعب والانتشار، ثم إذا ذهبت فوعة العشاء خلاص أصبح الآن انتشر الظلام ودخل وقت العشاء اللي هو بعد صلاة يعني صلاة العشاء، يأذنون لصبيانهم باللعب، يأذنون لصبيانهم باللعب. بارك الله فيك.